أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أعزائي الرياضيين. في الحلقة الماضية تحدثنا عن أهمية الندوات أو اللقاءات أو النقاشات المستديرة لتقييم الأوضاع الرياضية في بلادنا، خاصة عندما ينتهي أي موسم. وشيء جميل أن أقيم اللقاء الموسع في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الأخ وزير الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين في الإدارات المختصة لتقييم النشاط سلبا وإيجابا، وهو ما مطلوب من الوزارة أن تقيمه بشكل دائم بحسب ما وعد الأخ الوزير في الاجتماع، بأن هناك اجتماعات قادمة وتقييم ومعرفة الأخطاء والسلبيات. أيضا يفتح مجال لندوة مستديرة لمعرفة نشاطات الاتحادات طوال العام. هل أنت معي محمد بالنسبة لموضوع الاجتماعات وتقييم النشاطات المختلفة؟ حقيقة الوزارة بدأت منذ فترة بعملية الاجتماعات والتقييم لهذا النشاط. في رمضان كان هناك اجتماع مع الوكيل الأول حول تقييم الموسم الرياضي وموسم كرة القدم بشكل بالتحديد، واجتماع الكشافة واجتماع والمرشدات. الكشافة واجتماعات متواصلة. الآن نادي الصقر ومجموعة هائل سعيد نعم تعد لندوة رياضية كبيرة بمشاركة خبراء من الخارج، عرب ومن الاتحاد الدولي ومن الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية. لذلك عملية التقييم ومتابعة الأوضاع مهمة جدا، لأنها تساعد على تشكيل رؤى جديدة، تساعد على إيجاد حلول، معرفة والتعرف على الأخطاء تجنب والمشكلات. السلبيات، هذا هو شيء ممتاز. في الحديدة تتواصل الاستعدادات لمهرجان الحسينية، وهو المهرجان المعروف للهجن والفروسية. هذا المهرجان هو مجال خصب في هذا المضمار وهذا المكان الذي أصبح ميدانا للمنافسة، أيضا لإيجاد قدرات جديدة في مجال الفروسية والهجن. المهرجان من البطولة الماضية أو ما أقيم في العام الماضي يعطينا الفرصة أن نحسن في هذا العام. بدأت التصفيات في الحسينية للأبطال، لأن هناك مديريات كثيرة تريد المشاركة، ولأن العدد سيكون كبيرا فقرر مكتب الشباب والرياضة واللجنة المختصة أن يتم عمل تصفيات في المديريات في محافظة الحديدة لتحديد المشاركين في المهرجان القادم في فبراير. مهرجان الهجن والفروسية في الحسينية مهرجان مهم لأيضا انبعاث النشاط الآباء والأجداد، والفروسية والهجن من أهم النشاطات أيضا من أجل المحافظة على ما تبقى من الهجن والخيول في الحسينية وفي كل المناطق اليمنية، لأن المشاركة تتم لكل المحافظات. الاستعدادات مستمرة والتقييم سيكون أفضل لهذه المرة إذا ما كانت هناك لجان متخصصة لمعرفة ما يجب أن يقوم عليه هذا المهرجان للمرة القادمة. كيف تجد مهرجان الحسينية أهميته في موضوعه؟ هذا المهرجان ليس مهرجانا رياضيا فقط، ولكن مهرجان ثقافي رياضي. تسعى وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الحديدة إلى جعله مهرجان كبير جدا حتى على المستوى ستضم العربي. ألعاب أخرى كما أقيم في العدد الآن نعم في أثناء الاحتفالات بعيد الاستقلال. الآن مهرجان الحسينية تم إضافة بعض السباقات إليهم، مثل لعبة التكحيل وكذلك لعبة تحدي الرجل للجمل، وهي من السباقات التي أضيفت في هذا الموسم. الموسم الماضي حضر فخامة الأخ رئيس الجمهورية ورعى هذا المهرجان ويتابع هذا المهرجان بشكل كبير جدا. هو أيضا قال بأن نوجه دعوات للدول المجاورة للمشاركة، فهل ستتم هذه المرة الدعوة؟ ربما لن تتم هذه المرة للدول المجاورة أو الدول العربية للمشاركة الفعلية، ولكن للحضور ربما تتم. اللجنة المنظمة للمهرجان أتمت الاستعدادات، وسيكون إن شاء الله في السادس من شهر فبراير القادم المهرجان الثقافي الرياضي، وسيكون هناك مهرجان شعري، صباحيات شعرية، أمسيات مسرحية، وألعاب شعبية وفنون مختلفة. لذلك مهرجان مهم، وبدأت المنافسات التمهيدية بمشاركة أكثر من 251 فارسا، وكذلك بعض الهجن المشاركة، وتمت التصفيات التمهيدية على مستوى محافظات ومديريات محافظة الحديدة، ويستعد الأبطال. وهناك استعدادات كبيرة من حيث اللجنة الطبية، من حيث اللجنة الاستقبال والعلاقات والإشراف والتنظيم والإقامة والتغذية وغيرها. إذا بالتوفيق لمهرجان الحسينية القادم، وهناك لجان أعدت في الحديدة لإكمال بقية الاستعدادات المختلفة. وسبق هذه الاستعدادات أيضا زيارة لمسؤولي وزارة الشباب والرياضة لمعرفة ما يتطلبه مضمار المهرجان، مضمار الحسينية الذي أصبح مخصص للهجن والفروسية. وهذه اللقطات من مهرجان العام الماضي وما قدم فيه من أيضا نشاطات مختلفة وإبراز الإبداعات المختلفة، خاصة القفز على الجمال.
بالتوفيق إن شاء الله للمهرجان القادم، ونتمنى أن تكون اللجان المختصة في أتم الاستعداد. تكريم الأبطال من أهم الأشياء في مجال الشباب والرياضة، وخاصة أصحاب الإنجازات، وهي من الضروريات حتى يحس الرياضي المبدع أن هناك تكريم له وترتفع معنوياته ويحس بالتقدير نحوه عندما يبدع في أي مجال من المجالات الرياضية. وزارة الشباب والرياضة هذا الأسبوع كرمت العديد من المبدعين في مجالات مختلفة للرياضة، بل كرمت بعض اللاعبين القدامى الذين أعلنوا الاعتزال. البعض منهم أعلن الاعتزال بمهرجان اعتزال وكسبوا، البعض وللأسف ترك الملاعب لأنه لا حول ولا قوة، لا وجود للاتحاد يرعاه ولا وجود للنادي يقدم له شيئا مما قدمه في ملاعب كرة القدم. هذا الإبداع قابله أيضا تقدير من وزارة الشباب والرياضة، سواء دعما معنويا دعما ماليا. نتابع لقطات من التكريم الذي أقيم في وزارة الشباب والرياضة بحضور الأخ وزير الشباب والرياضة والأخ الوكيل الأول وعدد من المهتمين. التكريم لبعض النجوم الرياضية والحكام والذين قدموا الكثير من العطاءات واعتزلوا اللعبة، فجاء التكريم موفقا من الوزارة عرفانا بما قدروا وقدموا. ونتمنى أن تكون هناك لجنة لاختيار النجوم، وخاصة النجوم السبعينات والثمانينات فلهم الحق في التكريم. تم في وزارة الشباب والرياضة التكريم لمجموعة من المبدعين والنجوم، من اللاعبين النجوم خالد بن بريك لاعب المنتخبات الوطنية وشعب حضرموت، عمر عبد الحفيظ هذا اللاعب الذي ظهر مع منتخب الناشئين والمنتخب الأول وسجل أهدافا جميلة نذكرها أيضا مع كمبوديا وكان لاعب 22 مايو، الحكم الدولي عبد الله الرحومي الذي خدم الرياضة كحكم ولفترة طويلة وهو من العاملين المجهولين بالفعل والتكريم في محله، واللاعب محمد سالم الزريقي. هذه مجموعة من اللاعبين الخاص بكرة القدم. كذلك هناك مجموعة من اللاعبين الآخرين في الألعاب الشطرنج والتايكوندو والجودو ورفع الأثقال ورياضة المرأة الذين حققوا إنجازات سواء كان في البطولة العربية للأندية في الأردن أو في بقية المرأة نوف يعني أحمد ناصر يعني في رفع الأثقال يعني. نعم حققوا العديد من الإنجازات، فاطمة عرافي وفاطمة سليمان وأيضا هناك سوزان الزهيري لاعبين التايكوندو أيضا لاعبي التايكوندو كانوا متميزين جدا، زياد عبد الكريم، مصطفى خسروف، ماجد العقبي، والمدرب علي الحرازي المدرب، ومحمد حسن عربي ووليد الكبزري. نعم هناك اسماء كثيره جدا في الرياضة اليمنية حققوا إنجازات، خسروف الذهبية. كنا نتمنى أن يتم تكريم هؤلاء مع الملتقى الوطني العربي. فلماذا تأخر وتأجل هذا التكريم؟ أيضا لا ننسى اللاعب أحمد ناصر الرجامي في ألعاب القوى رفع الأثقال محمد ناصر والمدرب أيضا. هناك أيضا أبطال المبارزة نادي شباب رخمة الذي أحرز البطولة في الأردن في البطولة العربية. أسماء كثيرة جدا ربما لم يسعنا الوقت لذكرهم، ولكن هؤلاء هم الأبطال الذين حققوا إنجازات مختلفة للرياضة اليمنية. وبالفعل السؤال في مكان، لماذا ما كان التكريم مع الملتقى الشبابي ويكون التكريم عام للأبداعين؟ اختيار النجوم القدامى خاصة الذين أعلنوا الاعتزال ولم يكرموا في مهرجان الاعتزال، لكن الآن بدأ الاختيار، هل هناك لجنة؟ هل هناك أيضا من اختيارات متميزة؟ لأن هناك أبطال تركوا الملاعب بدون سابق إنذار في السبعينات في الثمانينات ولهم الحق في التكريم من في شكل معنوي، فهل هذا شيء مهم؟ حقيقة فكرة جميلة جدا أن يتم تكريم الرعيل الأول من الرياضة اليمنية بمختلف المحافظات، ووزارة الشباب والرياضة على مدى تاريخها السابق تعطي اللاعب الذي مثل المنتخبات الوطنية تقديرا ماليا معينا، وكانت ذلك التكريم هو مقدم من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وكذلك من الوزارة، وهذا النظام استمر حتى يومنا الحالي، وكان التكريم بما معنى أنه نعطي اللاعب بما قدم ونقول لا زلت في الذاكرة يعني بدون شك هو تقدير مع